مرحبا، بصفتي مستشار قانوني دولي وعندي كثير من الاهتمامات في شأن العلاقات المغربية الروسية في جميع جوانبها، سواء منها الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية، كذلك بحكم علاقتي كذلك مع السيد السفير النشيط جدا. الآن في خلال هذه الندوة التي تعلقت باستراتيجية يعني التعاون المغربي الروسي، يعني الآفاق وما هو يجري على أرض الواقع، كانت يعني مداخلة السيد السفير مداخلة قيمة، عرض من خلالها بكثير من الصراحة لهذه العلاقة، أسبابها ومسبباتها، ما يعتريها كذلك في خلال سيرورتها. كانت كذلك مداخلة السيد المدير العام المهد قيمة في حد ذاتها، ومداخلة كذلك الكثير من المثقفين والعمداء، التي أثارت سبب يعني بطء هذه العلاقات ووضعها على محك الواقع، أو وضعها بصريح العبارة في السكة الصحيحة. وهنا كان يعني كان تدخل السيد السفير جد إيجابي، لأنه عبر بموضوعية أن كل ما يعتري هذه السيرورة لن يكون إلا يعني سحابة صيف ثم تنقشع، بالنظر للكثير من، حتى لا أقول الضغوط وإنما الإكراهات التي تعترض يعني هذه الاتفاقيات، ليس فقط من جانبها الروسي وإنما في صعيدها العام الدولي العام. وهو يرى من جانبي أن حسن النوايا والاعتماد يعني على الكثير من المبادرات والسياسات ستؤدي لا محالة إلى بلورة كل هذه الجوانب المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، أنه عبر فيما يخص كذلك الجانب السياحي لما لا، واعترى كذلك بعض النواقص فيما يخص الترجمة، خصوصا من اللغة الروسية إلى العربية أو العكس، حيث لاحظ بعض الملاحظات في هذا الجانب. ومن جهته يعتبر أن إن شاء الله أن الأفق هذه العلاقات هو أفق جد واضح وجد مبني على أسس متينة، ونتمنى في هذا الجانب أن تسير إلى إن شاء الله إلى بر الأمان في كل ما فيه مصلحة البلدين. وشكرا لكم.